أعطوني التغريدة الثالثة. التغريدة الثالثة تقول: أتمنى من بدون تحيز إذا تطرقوا لمحور يخص أحد المتسابقين يعطونه مجال ويبرر، مو طبيعي ينادون المتسابق وتقلب الدعوة صراخ كلها، يا ليت يفهمون إن محاور اللي تسبب تحززات بين المتسابقين والله إنه بجهة والنقد بجهة، يا ليت ينتقون محاورهم ويبعدون عن الشخصنة مع المتسابق اللي له جماهيرية كبيرة. درر قاعد تتكلم عن اللي في خاطرنا. يا سلام، كلام خطير بالجبنه ومن العيار الثقيل والله ان نمشي بالجبنه. يا سلام. طيب اسامه تفضل. دام فضلك كلامها صادقه فيه يشهد الله. ذاك اليوم تطرقوا عني انا يوم قالوا المقطع عني محمد ناصر، قالوا انك يوم قلت انا عيال عمي، تكلموا عقبه ما اعطاني فرصه اني ابرر. ما اعطوك فرصه تبرر؟ نعم، جيتهم وقعدت هنا ولا طلعوني. حتى الصورة الله. يعني تتفقون مع هذه التغريدة؟ نعم. طيب أعطوني التغريدة الرابعة. سمي عامر، أعطوني عامر. سمي عامر بخصوص موضوع التحيز. إيه؟ سبب الصراخ ترى أنهم ما يعطونا مجال، أنا أبي أبرر يا عامر وهو ما يعطيني مجال، فتروح صياح بصياح لأني أبي أرد. هذه المشكلة، يقول لك أبجيك تبرر ويلف على خويه، وخويه يخلص ويقول أبجيك تبرر يلف على الثاني، لين تخلص مقفل وراح. ثم قالوا خلاص فيت صوته. يلا مع السلامة. لا من الأخر قال فيت صوته. ما يصير. ابي ارد. لكن بامكانكم تردون ترى في الرياليتي. ابو عبد الله خالد سم الكلام اللي قالوه لي والله كلام سليم، وهو يحشرك. انت عندك رد جاهز للرد اصلا، اذا شافك تكلمت في موضوع انت وهو ما يبيك تقوله فيت صوت على طول، ولا ينطلق على خويه. لا، انت تناقشت معي وانا قاعد اسمع نقاشك، فانتظر اسمع نقاش اللي انا بقوله. هم يعتقدون انكم ما عندكم رد. لا، في رد مجهز لكل كلمة. يا موسى، لكل كلمة لها رد. اما يجيبوا صحيح. تفضل يا موسى. اما يجيبوا لك في عندهم بأسئلة معينة وعندك نقاط. لا عند محوره هو انت الهدف الاساسي. عندهم، لكن كل شخص عنده سؤال معين، السؤال له رد. ايش يسوون لما يسألك مثلا اي واحد منهم، جاء الثاني سألك السؤال الثالث الرابع الخامس، وأنت تبي ترد على هذا، ما يعطيك مجال. يعطيك مجال بعد ما تخلص كلها، يعطيك مجال معين انك ترد في محاور معينة ونقاط معينة ترد عليها. لا، أبي أرد على رد سالم، أبي أرد على عادل، أبي أرد على تركيا، أبي أرد على تبي ترد عليهم كلهم أنت على النقاط اللي هو سألني فيها. من حقي أني أرد، هو سألني في نقطة معينة، من حقي أني أرد على النقطة المعينة هذه. بس هو أنه يأخذك على نقاط معينة كلهم، كيف ترد على 15 نقطة؟ لازم تاخذها. هم يحاولون يضيعونك، ما يبغونك يعني. ما قدر. هذه سياسة النقاد دائما. انا بجيك محمد ناصر، اخذ نواف طارد، اعطني نواف. تفضل نواف. مرحبا يا ابو عبد الله. من ناحية بدون تحيز ورسالة الله يبيض وجهها. والله ودي معي جوال عشان اسوي رتويت. كلامها عين الصواب. أول شيء طويل العمر بدون تحيز يقعد يصلخ فيك رايح جاي، ولا يخليك تاخذ راحتك ولا ترد عليه ولا صايح. هو يجيبك بس عشان هو اللي يكسب الشو عليك. يا سلام. تدري عاد ايش بيقولون الحين يا نواف؟ ايش بيقولون؟ بيقولون المهنيه، وين المهنيه وما المهنيه؟ المهنيه متى ما بغوا. محمد عيسى يكون معه. ودي ان محمد عيسى يكون معه عشان المهنيه. خليه يبتسم. طيب اوكي. محمد ناصر ابجيك يا نايف. محمد ناصر. ابو عبد الله بخصوص فرقه الاعزاء. يا اعزاء. اي نعم. احيي محمد عيسى. نقول كل شيء له تطور. الكرة لها تطور، النقد لها تطور، الدنيا لها تطور. فخلاص سالفة انك تجيب لي مقطع انت مقصصه وتعرضه، هذا نظام قديم. المفروض انك انت فعلا انك انت تتزم المهنية، انك اول شيء تجيب المقطع كامل. لا تاخذ الشيء اللي انت تبغيه. ايه، لا تاخذ الشيء اللي انت تبغيه وتقول هذا انت. لا، هذا اللي انت تبغيه مو بس. فانت لازم انك اذا يقولون يقول لك لا يستفزون. لا يستفزك حتى تخرج أسوأ ما فيك فيقول هذا. نعم، أنا أقول إنه أول شيء طلع لي المقطع كامل، ثاني شيء عطني الأحقية إني أرد، عطني الأحقية إني أرد. أنا أعرف إنه مثلاً إن علشان أضيع محورك أزيد معك بالصراخ وأضرب كلامك علشان يضيع الكلام، هذا أنا أعرفها السياسة، هذه سياسة النقد، هذه أنا أعرفها. إيه بس هو شوف كلامك جميل محمد، لكن ما تصل
انتم تعرفون طبعا من البدايه اتوقع اني قلت لكم ما في احد يدخل على النقاد، بس انت ما شاء الله عليك ذاك اليوم ليش نرفزوك؟ لا انا ادري ذاك اليوم نرفزوا محمد ناصر خلوه يدخل عليه. طيب. شفت لو هم تناقشوا مع محمد ناصر بالعقل والمنطق ما كانوا استفزوا محمد ناصر انه يطلع من الهنجر ويقتحم عليهم، صح ولا لا؟ زي ما اقول لك صح ولا لا؟ اي صح، هذا يعني هم استفزوك ذاك اليوم. هذا اول شيء اول ما جانا فقره النقد. معليش بس مش اللي يضحك جنبك ليش؟ اول ما جانا فقره النقد يعني قاعد ياكل في الفقره تمام جعل فيه العافيه يا ابو محمد ولا ويضحك. ايش تضحك؟ لا حبيت الرياكشن دخلت تفضل يا ابو ناصر. اول ما تكلمونا كلمنا الاستاذ تركي تركي الدوسري ابو فهد ولا تركي الدوسري ابو سلطان انه لا ما في احد مشخصنها معك هذا الشيء. احد ما في احد مشخصنها معك من فقره النقاد او اي مقدم ثاني، ما في احد مشخصنها معك. هو يعطيك انتقاد معك ولا معكم؟ معكم يعني اي واحد يطلع هو المفروض انه ما في احد مشخصنها اكيد، لكن هو اللي مشخصنها من بعلمك بشيء. تفضل. هم ينتقدون فعلك على الشاشه، من حقك انت كناقد تنتقد فعلي على الشاشه. انا دخلت معهم مداخله واعطيتهم محور انا تبريري له، فأحد النقاد قال محمد ناصر مشخصنها معي. المفروض أني أنا أقول أن الناقد هو اللي مشخصنها معي. يا سلام، أنا أخيكم كلكم، لا النقاد ولا إعداد ولا إدارة. فأنا بس ودي أنه علشان تتطور الفقرة، أنا ما نبضدها، ما نبضد أنهم يوقفونها، لا ودي أنهم علشان ينتقدوننا ويطلعوننا بشكل أفضل، لكن ودي أنها تطور المحاور أكثر. كيف تتطور؟ تتطور أول شيء يبعدون عن التويتر. ما يقدرون والله. هذا التغذية، هذه التغذية الراجعة. أنا بقول لك شيء، الواحد لما أنت لازم يكون عندك، بقول محمد لما يكون ما عنده شيء يعني مش مهتم أو عنده التزامات أو شغل يومي، فيرجع التغذية اللي عنده وشي التويتر. التويتر فأنا أخذ وأقول محاور جديدة. شكرا لك محمد ناصر. نايف الرفيدي البقاء بخصوص فقرة التحيز. إيه بدون تحيز يا لا التحيز لا اسمع بدون تحيز هي خلنا هم مسمين بخصوص فقرتهم. انا اتمنى انهم اذا طلعوا شخص يتكلم انهم يكونون الشخص اللي يحاوره يكون شجاع انه يحاوره وياخذ ويعطي معه. اما سالفه انك تطلعني اتكلم تقول ما عندك تفيد صوتي لا غلط. هم يبغون، انا اعطيك السالفه، هم يبغون